الشام غفلانين عنه. بصراحة أنا أحس إنه ما أدري، كأنه يخبي شيء، كأنه يخبي شيء، بس إنه لحد الآن ما تأكد شيء. هذا سهم جديد عقاري يعتبر من الأسهم القليلة في العقار، يعني هذا يفترض إنه من غزال العقاريات. مين يقول لي عدد أسهم، عدد أسهم السهم ده المتداولة في السوق وقارنوها في القطاع؟ ها جيبوا لنا العلم. هاي عم تقول لي ايش اسمه وانت ما انت عارف هذا شارك مين؟ مشكلة. اول شيء قفل على الشهر فوق 27 30 عشان نتكلم في النقل الجماعي، موجود في اليوتيوب الشرح بالنسبة للنقل الجماعي. اخوانا تابعوا الروابط اللي تسألوا في اليوتيوب. الأندلس العقاري، شوفوا الآن تاريخيا هي إلى الآن ما أكدت لنا شيء، لحد الآن بننتظر إغلاقات قوية في السهم عشان يلفت النظر. أنا تلاقيني بعيد عنه كل البعد، ما أجيب طاري الأيام دي مع إني محلل وقاعد أقول. كذا واحد سألني عنه قلت له شوف الأفندي ده في حاجة رهيبة صايرة فيه، بس يبغاله تأكيد. ايش هو التأكيد؟ الإغلاقات مقتحمة، الترند الهابط الرئيسي من أعلى قمة أسسها منذ الإدراج وسوى منها المسار ده الهابط. وتعالوا شوفوا على مبدأ القنوات، هذه القناة الأولى اقتحمها. يا الله ذيك الأيام كنا نحلل نقول إنه ممكن يوصل في أحسن الأحوال 23 ريال، هو الآن وصل 23 ونايم فوق 23. لو جينا قسنا حقة المسافة حقة الدور الأول، ها ودينا السهم هنا محل الاختراق. شوفوا إيش مسوي الأفندي، برضو ضارب القناة ومخترقها ومقفل فوقها، لكنه مو مخترق الترند. شوف فين قاعد فوق ال 23 سقف القناة. لو كتب الله لي سهم الأندلس العقاري انه يشق الطريق فوق ال 23 ويقتحم القمة التاريخية، القمة التاريخية حقته كم؟ 14 عفوا 24 92 هذا، بس حطينا السهم كده مبدئيا. هذا قريب ال 29 30، واذا حب ينشكح لضرب ال 161 فيه ب 32 ريال، 32 ريال، وعلى النظريه 33. مدينة المعرفة تصدقوا تاريخيا وصلت 33 في يوم من الأيام بعد ما بهدلت ملاكها وجابت أظن في عام 2000 ومدري كم 18 أو 2000 وكم 14 وصلت 33. الأندلس مرشح إنه يروح لل 32 33 إذا دخل معركة القمة اختراق الترند هذا الجديد. أنا طبعا لما جيت رسمت لكم الآن القنوات، رسمت القنوات الفرعية اللي أعطتني هدف قريب 28.5، بينما لو كنت أبغى أمشي على القناة الكبرى زي ما سوينا في مشاعر ريت من القاع الرئيسي إلين منطقة اختراق الترند وجينا حطيناه هنا مكان هداك،
يا حبيب قلبي 43 ريال 44 261 فيه من موجة اختراق القمة. لكن نحن نبغى نمشي حبة حبة دور دور على الفرق. ما تدري يمكن هذا الغزال ينقلب شمن كحليات إذا عدى مناطق ال 23. دحين أنا يتهيالي الآن ليش أنا قاعد أراقبه من بعيد لبعيد؟ مين يقول لي السبب ليش؟ إيش هو السبب المقنع إنه يخلي السهم ده تحت المتابعة من بعيد لبعيد؟ لأنه قريب من 100 في فيبوناتشي. لا لا، في حاجة كده نفسية لو عرفتها ما تستغرب إنه السهم ده ممكن يكون وراه شمن كحليات. لا أتوقع الآن في واحد في الأندلس العقاري مستثمر تاريخي في السهم متعلق في الأندلس. الأندلس سجل الأعلى خلال الأيام دي، يعني السهم يا أخوان إيش هو؟ شبه متحرر، وصل 24. هل يعقل إنه في أحد الآن في الأندلس متعلق تاريخيا منذ الإدراج؟ جاوبني، هل بالعقل تتوقع في أحد متعلق في الأندلس؟ ها؟ لا مستحيل. لا يعني السهم ده ممكن لو في أحد يبغى يتعلق إنه ينزل الأندلس يكسر 23 22 40 ينحرف يبدأ الناس تتعلق. أنت من الآن لازم تعرف حاجة، إنه أنت وقف خسارتك في الأندلس كسر 22 40 من باب التأكيد، لأنه أنت حتى لو بترسم مسار صاعد فرعي الآن من آخر قاع أسسه فين حينكسر الترند الآن في الأندلس؟ إذا نزل الأندلس خلال الشهر فسوى زي كده حركة وقفل كده، والله أشرد يا أبوي. ليش أشرد؟ لأن أبو شيطان ضرب الترند ما قدر يخترقه يلف الطارة وينزل. لا والله ماني قاعد. أما ما داموا فوق 22 40 على مبدأ الترند ما يفرد أنا معاه. يعني لو جاء واحد قال بس أصبر، أنت معاه بس ما أكد لك إنك رايح. ليش؟ نحن لحد الآن ما أنا شايفين إغلاق قوي خارج المساء، لكن نحن بنقول خلي عينك معاه متابعه من بعيد لبعيد. أنا ليش إيش اللي خلاني أتكلم؟ السؤال اللي سأله الأخ، في شركات ممكن تجيب 50%؟ ليش لا؟ في. طيب مين هي الشركات اللي مؤهلة تسوي فيلم زي كده؟ شوفوا الظروف هذه، دور الشركات المتحررة، الشركات اللي ما طلعت، الشركات اللي يعني قبل ضربنا مثال في الخليج، ضربنا في أول السهرة مثال في أسترا مقارنة بغيره من الشركات اللي ضربت النسبة الذهبية من 2014، وعندنا هذا في القطاع العقاري يعتبر غزال، يعني أسهمه ما هي كثير مرة مقارنة بأسهم بعض الشركات العقارية. يعني إذا كنا التعمير التقييم نتوقع إنه يروح، إذا كان العقارية شوفوا العقارية بتقالت دمها ضربت 21، هذا الأفندي حيستنى التعمير والعقارية يجوله يقول لك أنا سابقهم من أول في 23 هم في 18 و17. طيب هذا يجي واحد يقول لي طب ليه ما طلع؟ يمكن قاعد الافندي يبغى العالم ترميله هنا يجمع عشان يدخل المرحله الجديده. وسجل يا زمن، وسجل يا تاريخ، ان اقتحم الاندلس القمه السابقه التاريخيه وهو قيد مقفل شهريا فوق ال 23 30 اللي هي خط الترند اللي واقف عنده الان، ترى لا تستغرب انك تتفرج على شمن كحليه. ليش؟ طيب يا أخي ما في أحد متعلق، السهم متحرك، ما في أحد متعلق، يعني اللي داخل بقلبه الجامد وقاعد يلهط المعروض. هذا كيف قاعد يلهط المعروض في القمم دي؟ يعني قاعد كأنه يبغى يسحب من الناس، يبغى يقول لهم يلا، يعني شوية شوية ممكن السهم ده خلاص يصير يتمكنوا منه ويبدأوا يلعبوا عليه لعبة كبيرة. واللعبة الكبيرة أنا ما بدي، أنا ماني قاعد أتكلم الآن وبدي أشطح وأقول قريب 43 وأقول مشروع الدبل. أنا خليني أتكلم على مبدأ القنوات الصغيرة اللي هي هذه. أنا أقول مبدئيا الآن يا أخي لو طلع إلى 28 30 ريال يعني خذوه عند الدور الثالث، ها سقف الدور الثالث هنا، هذا إنجاز بحد ذاته. لما نوصل هنا نفتح ملف الدور الرابع
وناخذ السهم كده ونطلعه هنا ونسحب الخط الموازي وزي كده نمشي معاه مرحلة مرحلة.